ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، حيث استعرض الاجتماع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وأبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة. هذا وأكد مدبولي الاستمرار في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن أخبار هامة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، وشدد على التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين العام. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار، كذلك ردا على أسئلة لممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية، حيث أكد وزير المالية أن الإصلاح المالي والاقتصادي يعد عملية ممتدة ومستدامة، ولافتا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر. شهد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي توقيع اتفاقية مساهمين للشراكة في تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ومجموعة كوبيليزاس اليونانية بهدف تجارة ونقل وتوريد الغاز وإعادة التوزيع في دول شرق أوروبا واليونان. الاتفاقية تأتي كإحدى ثمار لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجموعة كوبيليزاس اليونانية، والتي تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدة مشروعات من ضمنها توريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تكثيف العمل والجهد خلال العام المالي 2024-2025 من أجل زيادة معدلات الإنتاج من حقول إنتاج شركة بتروبل في سيناء وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، وهو ما يتطلب حفر آبار جديدة بوتيرة مكثفة خلال مشاركتي في الجمعية العامة لشركة بتروبل. أكد وزير البترول مساهمة وتطبيق وأهمية تطبيق أنماط مختلفة من التكنولوجيا لرفع معدل الإنتاج من الإمكانات الموجودة، مشيدا بما يتم بذله من مجهودات كبيرة في العام المالي الأخير للحفاظ على معدلات إنتاج البترول الخام من حقول بتروبل. استكمل وزير العمل محمد جبران رئاسة جلسات الحوار الاجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. جدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار ويراعي معايير العمل الدولية والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات العالمية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، ربح فيها رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2 تريليون و159 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 30273 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 23% ليغلق عند مستوى 7
7345 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ب 49% ليغلق عند مستوى 10450 نقطة. حذر البنك الدولي من أن الدول 26 أكثر فقرا في العالم تعاني من تراجع في المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابل تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي. أبدت المؤسسة المالية الدولية قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر الشديد في هذه الدول في وقت ازدادت حاجتها إلى أقصى حد، لافتة إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسيا هو الأعلى منذ عام 2006.